اهلا بكم. اليوم بدنا نتعلم لفظ الاوي. هل صوت ما يجي كتير بالالماني، بس طبعا يبقى احسن اذا تعرفون شلون ينلفظ. هل اوي كمان فيه حرفين صوتي، وطبعا هدول كمان ينلفظوا ورا بعض، والتجديد بيكون على الحرف الاول. اسمعوا على هالامثال: فوي، هوي. فهل أوي أول حرف صوتي بيكون الأو القصيرة، والتاني حرف بيكون الإي القصيرة. اسمعوا مرة تلخ على مهلكن: أوي، أوي. أنا أقول ما في كتير صعوبة، اسمعوا وتعلموا: أوي جوغ، أوي. اوكي، باي باي، والى المره الجايه.